امنه بقره يو هذا عيال حفره جنب الواد وآخر عام ينجح يلمكناسا زحن فاكون سمع فاسا نسقط تنعيش فلا بركاسا 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 شبعني الوالد ملاسا 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 شبني في باب الحراسة والدي سقى المؤسسة خسرت فلوسي في الكراسة بونور فايق نقلب على الفطور وآوي التربع في الكوزين ندور نريرو طار وخرش بالفطور باينة غنى قاز الصور للأسف تشنج عضالي تراكم حمد واباني والمدير قد رأني وباسمي قد نداني بسين الإدارة تاني وهناك عقاباني قال لي شيب والدي كدروكا سني التزام تاخد ورقة أغضب تخرج للزنقة بغيت ننسى شريت بربوقة عاود تبات ليها قاقة صدقت في حكاية دقيقة رسالة واضحة القراية حاجة مليحة تنقاز الصورة فاضحة قرا مزيان سد وظيفة تخدم شي مينة شريفة تزوج دري ظريفة وداعني يا مدرسة وداعني يا مدرسة من بعد 15 عام ديال المحين تحن سيرة وقت السماح العاقة والو الحمد لله جبنا الكريطينة وتمنوا جميع الناس حضروا هذه الكريطينة اللي هي الباك الناس اللي عودوا العام نقول لهم بالتوفيق خلاوت الباك في عامين الناس اللي عندهم استدراكية الله يوفقهم الناس اللي نجحوا الله يجيب لهم التيسير شكر كبير المدمين عاش بلاك كاع العشرة اللي عاونونا باش نوصلوا هذا الميساج ديال الدراسة حاجة مليحة الحمد لله مهم وانا اخوكم امير السلام عليكم